عمر، عمر، يلا مانع انزل احجز لنا نلتين في الكوندو دي قبل ما نصلى على الخيام، بعدين بقى نروح على مونة البلاس. انجز يا مانع. يلا يا جمالات انزل انت والبنات، ما تخلص يا مشمش. يلا يلا نوس، تعال تعال نوس. يلا الف سلام عليك. انزل انت بقى يا جمالات. انزل انا يعني سايب اختك وتقول لها انزل انا؟ انزلها مشمش. انتظرينكم بقى يا عبلاوي، تردوا لنا زياره وبالمره ركوا على العزبة عندي، هتنبسطوا قوي. طبعا هجيلكم ان شاء الله. امتى يا ماما؟ شايفه مها مستعجله ازاي؟ ان شاء الله هفضي نفسي وهنيجي كلنا، وهو بالمره كمان علشان اشوف الارض بتاعت المول. ويكون عمر بقى فك عقده لسانه وبدا يتكلم، ولا ايه يا عمر؟ هو حضرتك عايزين اقول ايه يا طنط بالظبط يعني؟ اللي احنا بنقوله ده. سميحه بلاش تشد عليه قوي. وفي الحقيقه انا ياما نبهته، بس هو دايما كان يقول لي أنا راجل بتاع شغل مش بتاع كلام. الحقيقة بقى أنا بحب الناس اللي من النوع ده. وأنا بحبك قوي يا بابا. طيب نشوف وشوفوا بخير. مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. أنست وشرفت. عمر هبتصل أطمن عليك، بس ابقى رد من زي كل مرة. تنجز يا مانع، عايزين رايح العضمتين. مستني أستلم البطاقة. طب خلص. نزل هنا يا ابني. بعدين معاك يا نوسة، البقاء لله، كلنا لا وحده لله. لا 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 لا، أنا مش سعادة، اعتبريني زي أمك بالظبط. يا أخت أسلوب طولك، الدوام لله وحده. الله يجازي اللي كان السبب. بس أنا برضو الفار بيلعب في عيبي، حاسس الموضوع ده مترتب له ومتخطط له ومن إيد كبيرة كمان. ما أنت السبب، يعني كان لازم تتخانق معاهم. وعايزين أعمل إيه يا بنت؟ عايزين أعمل معاهم إيه بعد اللي عملوه؟ ما تبطلي يا اختي تقوميها حريقه بينهم. في ايه ده؟ نقطع درعه من هنا، ان مكان المهندس هو اللي ورا كل اللي حصل لنا ده، وبس منه. جرايه جمالات انت وخربوش، ما تفضوها لنا سيره بقى، البنت مش ناقصه. ليه؟ مش هي دي سيره حبيب القلب اللي ضحك عليها وثبتها؟ ده حتى ما عبرناش وجي عزيها. ريح قلبك يا خربوش، الغيب حجته معايا. انت ما انت لسه بتدافع عنه يا بنت؟ انا مش قايل لك اقطع لك زرك بمات ولا اسمعي صوتك؟ وعدتني بكده. انا اليمين الوقت موسى، عايزك تصدقي كل كلمه بقولها يا نوسة. اللي زي العيال الاغنياء دول بيتكيفوا قوي لما يدوسوا على قلب اللي زينا بالجزمه يا نوسة. يا اختي انا ياما نصحتك من خوفي عليك. يا اختي هما فين واحنا فين؟ ده هما في العلالي قوي واحنا في الواطي قوي. تلاقي المهندس حب يسلله يومين، اهو رماله قرشين السله بيهم وخد بعضه وخد. كفايه بقى كفايه، ما بتزهقوش، سيبوني في حالي بقى. والله يا سلام، هو في ايه ده؟ الواحد بيقول لها كلمتين عشان صبرها على الحزن اللي هي فيه. شوف هبت فينا ازاي، خير تعمل شر تقلق. الحمد لله على سلامك يا ابو الباشا. الله يسلمك يا دكتور، طمني ايه الاخبار؟ كله تمام يا باشا. يعني الناس مشوا؟ مشوا الا مشوا يا باشا. الواد ممدوح ابني هو واصحابه عملوا عمايلهم، ضربوهم وكسروا لهم الخيم وحرقوهم، والبوليس جبت طردهم وخليت بندار الغفير يشهد في المحضر ان الناس دي بلطجيه وجهدوا الارض بالعافيه. يا كويس كويس، برافو عليك يا عصفور. عصفور اوعى عمر ياخد خبر عن الموضوع ده. ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش. الموضوع ده ما حدش يعرفه غيري وغير حضرتك والواد ممدوح ابني. اصل الواد ممدوح ابني يا باشا ده حكايه. اللي اقوله يا باشا، هو الباشمهندس عمر رجع مع سيادتك. بنداري بنداري. ايوه ايوه يا باشمهندس، ايوه ايوه. فين نفسك هنا بنداري؟ غاروا في 60 داهيه. لا لا يا ست نسى، ما غاروش في 60 داهيه، ده الواد خربوش هو اللي غار، ده سائل ونزل. وايه اللي خلاهم يمشوا؟ المر لسه عليهم ايه؟ مشي
حصلت خناقه وحركه وحريقه وانكسرت بقت الدم لمي. ايه نوزه نوزه حصل لها حاجه؟ لا الحمد لله ما حصل لهاش حاجه، بس امها ولعت في الحريقه، النار كلت. ايه لا حول الله يا رب. طب مين يا بنت دي؟ مين اللي عمل كده؟ بص هم قالوا لي ان في واد طلع يرقص على المسرح مع الست نوسه، وكان اصحابه قاعدين معاه، قعدوا يلقحوا بالكلام عليه، خربوش بقى ما عجبوش، عمل فيها سمع البرومبي، نزل ضرب فيهم، الخناقه قامت. ومشوا انت؟ الصبح. طب ما تعرفش يا بندري راحوا على فين؟ لا. حوافز؟ حوافز ايه يا استاذ رجب؟ مش لما العمال يخلصوا الطلبيه؟ العمال تعبانين يا استاذ عصفور، شغالين ليل ونهار. عايزين نشجعهم ونصرف لهم قرشين. انت مظبوط، بس قرشين قليلين برضو، المفروض الناس دي تاخد اربعه خمسه سته. انزل اصرف لهم الكلام ده بس من جيبك. انت بتتريق عليا يا استاذ عصفور. اعمل لك ايه يا رجل؟ اعمل لك ايه؟ اودي وشي فين من حسين بيه؟ الناس العمال اللي عندك تحت دول ما خلصوش الطلبيه، وبعدين على راي المثل بقول لك اديني ميه اديك طراوه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله الباشمهندس حضر. ايوه بس الباشمهندس تعبان مش هنقدر نتناقش معاه دلوقتي. اتفضل انت، مع السلامه. اللي انت شايفه يا استاذ عصفور. خد الباب وراك. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. ايه مالك في ايه؟ متضايق قوي من اللي حصل. هو حصل حاجه في مصر ولا ايه؟ بس الباشا ما قاليش. انا بتكلم على اللي حصل هنا. موضوع الفرقه انت عرفت؟ بندري قال لي. والله يا باشمهندس انا اتأذيت قوي. الناس دول كانوا واخدين بحسنا وخلاص بقت في عشره وعلاقه طيبه. بس يلا مين اللي طردهم عن معصوم؟ البوليس. هيكون مين غيره؟ قال بيقول ايه؟ وجودهم بيعمل مشاكل وناس طيبين، وقال كمان مش واخدين موافقه من حسين بيه. ومين العيال اللي جم اتخانقوا معاهم دول؟ والله ما اعرف. عيال بلطجيه بيقولوا. العيال دي كانت سكرانه وضاربين مخدرات وشاربين تمر على جملكه، دخلوا على العيال في المول تك 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 تك، كسروا الخيام وحرقوها. والعيال دي فجأة باش مهندس الأرض اتشقت وبلعتهم. يعني أغيب يوم واحد يحصل فيه كل ده يا جدعان؟ بركة بركة باش مهندس إنك غبت اليوم ده، بدل ما كنت تحتك بحد فيهم ويحصل لك حاجة لا قدر الله. على الأقل كنت أقف جنبهم أضمنها قدام البوليس. تضمن مين يا باش مهندس؟ بقولك الفرقة خلاص اتضحضحت والخيام اتحرقت والكراسي اتدشدشت. كنت هجيب لهم العمال يصلحوا لهم كل حاجه. بابا ما كانش هيوافق بالموضوع ده. انا حاسس ان الموضوع ده متدبر. انا سافر من هنا والناس تيجي تدمر لهم الفرقه والبوليس يطردهم. فعلا الموضوع ده متدبر، بس انا اللي حاسس في نفسي وصعبانه عليا قوي البت المنكسره اللي اسمها نوسه دي. يا عيني امها تعبانه قوي، وقالوا لي انها كانت بتعيط وبتتشحتف على امها وامها شايلينها على النقاله ومودينها الاسعاف. البنت دي يا باشمهندس غلبانه قوي وطيبه صعبت عليا قوي. عم عصفور مصلح الساعي بيقول لي ان في واحده جت سالت عليا، ولما قال لي اوصافها عرفت ان هي نوسه. هي ما جاتلكش؟ امتى ده حصل؟ امبارح الصبح. يا ريت يا باشمهندس، يا ريت. انا فعلا نفسي اشوف نوسه واطمن عليها. طب ما تعرفش هم راحوا فين يا عم عصفور؟ اكون كذاب لو اقول لك هم فين، لكن ما اعرفش. دول بتعمولي. وبابا عارف ان هم مشوا وسابوا الارض؟ انت مش قايل لي قبل كده ما تقولش لبابا انهم قاعدين؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. صدقيني يا نوسه انت من دلوقتي مالكيش غير عمر. تاني يا عسليه تاني؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ ومفيش كلام تاني غيره هقوله. انت عارفه انا بحبك قد ايه وبخاف عليك وعلى مصلحتك قد ايه. يا بنت انا لو عندي اخت مش احبها قد كده ولا احبي على مصلحتها زيك. بعد اللي حصل ده كله يا عسلية؟ الله، وهو حصل ايه يعني يا نوسة؟ مش يمكن الجدع كان مسافر؟ لا مش يمكن، انا متأكدة انه كان مسافر، عشان لو هو موجود كان على الاقل حضر معانا الغمة اللي حصلت لنا دي. انت عايزانا اعمل ايه؟ تروحي له وتعرفي راسك من رجليكي. ايوه تروحي له، وساعتها هيبان اذا كان شريكي ولا بايعك، مع ان انا متأكدة ان الجدع ده بيحبك. انت عايزاني اروح ارمي جدتي عليه يا عسليه؟ انا فقيره ومش من طوب، لكن ماليش غير كرامتي. يا عبيطه، هو في كرامه في الحب؟ ما بين اي اتنين بيحصل كل حاجه. ما انا ومشمش بنقطع بعض، بنوصل لدرجه ان احنا ممكن نسيب بعض في اي وقت، واول ما بيشوفني بشوفه خلاص هو يقول لي صافي يا لبن، الاقي نفسي بقول حليب يا قشطه. ده الحب يا نوسه. تفتكري ليه النحس ده بس يا رب؟
ده أول مرة تحصل لي. يا من جهة نحس فهي نحس، بس هي مصلحة في نفس الوقت. انت اتجننت يا ورية. مصلحة ايه؟ الخيمة اتحرقت والكراسي اتكسرت. أنا بتعوضلك يا جمالات. يا أخويا بستين داهية، بس كده البت نوسة مش هتقدر ترفع عينها فيك، وهتبقى من إيدك دي لإيدك دي، يعني شبيك لبيك وعبدك ملك إيديك. إزيها؟ زي الناس، أو كل اللي هنا عمالين بيلسنوا إن المهندس ورا كل اللي حصل لها ده. والبيت هتصدق؟ ما لو ما صدقتش تبقى واقفة في وشنا كلنا. على كل ما تخافش، الباش مهندس إداها البومبة المغرية وفلسع. إيش عرفك جمالية؟ الله، هي محتاجة فكاكة بالعقل كده، يعني بعد اللي حصل لها ده لا جه عزاها ولا جبر خاطرها حتى بكلمة واحد الله. هي مش كان ممكن تروح في الحادثة زي اللي ما تسمى أمها؟ صدقي معاك حق يا جمالية. عشان كده حبيب أختك الحق نفسك بقى، خدها كلمتين كده بالهداوة. أيوة، اصطاد في المية العكرة.